هذا واحد من الطلاب سأل الأستاذ: مولانا، لماذا لا نرى إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ فقال الأستاذ لطلابه: أديروا بظهوركم واجلسوا فاجعلوني خلفكم. فجلس الطلاب، فعلوا الطلاب ما أمرهم العالم، ما أمرهم الأستاذ. فقال الأستاذ: الآن هل تستطيعون رؤيتي؟ الطلاب قالوا: لا والله لا نراك. قال العالم: لماذا لا تستطيعون رؤيتي؟ قال الطلاب: لأننا جعلناك وراء ظهورنا. فقال العالم: الآن فهمتم لماذا لا نرى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأنكم أدرتم وجوهكم وجعلتموه خلف ظهوركم. كيف؟ بذنوبنا وعدم إطاعتنا للإمام، بمعاصينا، كأننا نقول للإمام: جعلناك وراء ظهورنا، والعياذ بالله. فلهذا من أراد أن يرى الإمام سلام الله عليه، عليه أولا أن يكون مطيعا للإمام، وأن يكون مغتسلا من أدرانه وذنوبه.